اليوم في احد الاماكن التي تمثل احد الاماكن موجودة بها الأوساخ والقمامة في فرع حي الأندلس، من ضمن أهداف المجلس الفرعي اللي من هدفه هو مسح القمامة قبل شهر رمضان المبارك استقبالا بشهر رمضان المبارك، كل سنة طيبين. القمامة هذه جميع المكبات اللي موجودة في داخل فرع حي الأندلس، أبدأ من منطقة فندق التغار إلى الشارع الغربي إلى حي الأندلس، في يعني ضمن 14 أو 15 مجلس في مجلس فرعي حي الأندلس. القمامة هذه صارت تكدس نتيجة على أن شركة خدمات الفترة اللي فاتت كانت تواجه في مشاكل مالية وتعثرت من اعتبار أن تبعيتها ولت الحكم المحلي، ووزارة الحكم المحلي لم تجد حل لهذه الشركة، فقمنا احنا كفرع حي الأندلس بمشاركة هذه الشركة بارك الله فيهم وموجوداتهم. طبعا الآليات والوحدة هذا كلها من الحملة التطوعية بتكليف، قمنا بتكليف الهيئة التنفيذية، قامت بتعاقد مع سيارات وآليات لرفع هذه القمامة من حي الأندلس بالكامل استعدادا لشهر رمضان المبارك، كل سنة وانتم طيبين. القمامة هذه تمثل أزمة في داخل حي الأندلس، ونحن سوف نكون لها بالمرصاد كما يقولون. طبعا بداية القمامة بدينا بحي الإسلامي اللي هو سابقا ويسمى الآن مجلس قرطبة. هذه المجلس يوجد داخل الأحياء السكنية تجمعات قمامة بشكل لا يوصف. طبعا القمامة الموجودة بالكامل هنا في مجلس قرطبة بدينا الآن، وسوف نتجه إلى مجالس أخرى من ضمن 14 أو 15 مجلس في حي الأندلس. نحن مستمرين إن شاء الله وبعون الله في هذه الحملة إلى حين نقوم بتسليم جميع المواقع نظيفة، ومن ثم متابعة الشركات الخاصة بالتزامها بنقل القمامة أول بأول بحيث لا تقوم بالتراكم. نأمل من أخوتنا المواطنين يعني يحاولوا ينتبهوا لعملية إلقاء القمامة بهالطريقة العشوائية وعدم إلقائها في الطرقات، وهذا راه يعتبر خدمة في سواء كان ديننا أو وطنيتنا. أنا ما بدنا نلقوا في القمامة في الأماكن العامة هذه، لا ديننا ينصح بذلك ولا أخلاقنا. شركة الخدمات أو الشركات الأهلية راهو كلها تعاني في مشاكل السيولة، في مشاكل العمالة، في مشاكل الآليات واقفة ما عندهمش باش يصلحوا. الأخوة المسؤولين رأي العملية لازم توقف في الأماكن هذه وتشوفها، ما تقعدش في التكييف وتقعد تشوف الأمور وكأن عندهم عصا موسى. هادو بشر، هادو تعطيهم يعطوك. رجاء خاص أنا أخاطب جميع المسؤولين ينظروا لهالمناطق المهمشة زي قرقارش، زي حي الإسلامي، زي المدينة الرياضية، زي غوت الشعال، زي الدربي، يعني المناطق هذه والله ناسينها. يعني شوف وكأن يعني في العصر الروماني ولا الإغريقي عايشين الناس، يعني ليش هيك؟ مش ليبيين هذم ولا شنو؟ طبعا هذه احد الاماكن اللي قمنا بنظافتها تنظيفها في الصباح، قبل من الصباح الباكر الى حد وقت نادى اتجهنا لمكان اخر، لما رجعنا هنا لقينا القمامه رجعت كما هي.
شركة الخدمات العامة تقوم ببعض المهمات ومنها اللي هي خدمات النظافة، وهي الأهم شيء في 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 مدينة طرابلس، حيث تقوم بكافة أعمال الجمع والنقل والتخلص النهائي من القمامة. طبعا مدينة طرابلس مدينة كبيرة وهي العاصمة، وعدد السكان أكثر مدينة في ليبيا، تصل إلى أكثر من 1,200,000، مع هناك نازحون وهناك بعض الذين يترددون عليها، أكثر من 300,000 يترددون عليهم، وهؤلاء كافة لديهم مخلفات قمامة. وحيث أن ما يصل إلى إجمالي المخلفات يومياً من القمامة تصل إلى أكثر من 2,500 طن، وهذه الكميات تحتاج إلى إمكانيات ليس من السهل، وتحتاج إلى بعد الجهد، وتحتاج إلى آليات، وتحتاج إلى إمكانيات من العمالة والأفراد.